المخرج توني أهوجي. مساء الخير. كيفك نشان؟ توني أهوجي، أنت اسمح لي أقول أنه غير أنك صديق، أنت من الأسماء يلي ساهموا برسم وجه لبناني الحلو من بعد الحرب، بالمؤسسة اللبنانية للإرسال برامجك قدرت ترسم صورة للبنان. يعني نحن لما منقول عنا مبدعين من لبنان، سفرة للبنان، اسمك أنت كمان من الأوائل بكل شيء عملته. الناس بس يقولوا اليوم ستار أكاديمي، بيقولوا الأهوجي، توني أهوجي، وغير برامج كثيرة من بداية الـ LBC لغاية انضمامك لفضائيات عربية. يعني عملت هالمقدمة لأقول أنه أنت زلمة كان عندك كثير فرص تسافر من لبنان تهاجر. أنا بعرف أنه كان فيك تهاجر على تروح على أوروبا، أو تروح تعيش بدبي أو بمصر أو بالسعودية. يعني كان عندك كثير فرص. كنت دايما مؤمن أنه بدي ضل بالأشرفية، بدي ضل ببيروت، وهيدا اللي جنيته. يعني بيتك، أنا بعرف أنه هيدا جنى عمرك، حطيته بهذا البيت بوجه المرفق، بناية بتاخذ العقل، وهذا ما تبقى. أنا وغيري، مش بس أنا، عملت يعني هذا الحلم تبع بيروت والأشرفية قدام المرفق والبحر، مش بس أنا عملته، كل القاعدين بهالمنطقة والمحيط. وقصتي مثل قصة كل العالم، بعد قصتي أهين من قصة غيري. إيه صار، الله يرحم اللي راحوا ويشفي كل المصابين. بس وين كنت لحظتها؟ بالبيت. شو كنت عم تعمل؟ عم صور الحريقة قبل ما يصير الانفجار. الحريقة الأولى؟ الحريقة الأولى كنت عم صورها، بس لاحظت أنه الصوت عم يتغير وعم يطلع. كانت طلعة كريشندو كتير عالية. ركضت بهاي الركضة، طلع الانفجار وصار اللي صار. يعني كان طويل شوي، يعني أكتر من شو صابك؟ ثواني. شو راسك شو بو، ايديك شو بهون؟ فقد دم لانه كانت طويله لحتى ضببت، بس احسن من غيري. يعني اللي صار معي كتر خير الله احسن من غيري. غيري صار فيه اكثر من هيك، عندي اصحاب ومقربين صار فيهم اكثر من هيك. انت من بيتك رحت على مستشفى الروم توني؟ رحت ماشي؟ ايه، هلا بين النزله، طويل النزله، يعني 12 طابق. ما حدا كان مستوعب، يعني كنت عم ما حدا كان عارف شو به، يعني ولا بتحس فيها. طلعنا مشي انا وحدا بيقربني، طلعنا مشي على الي، طلعنا مشي على الروم، من الروم على الجيتاوي، وبعدين خي اجى بسياره وبلشنا نعمل مشوار المستشفيات حتى نوصل على معونات جبال. على معونات جبال، يعني 5 ساعات ونص، 6 ساعات حتى بس هيدا كله صار. وشفت اللي صار بكل العالم، يعني كنا عم نشوفهم. يعني بتصير تتطلع بتقول مصيبتك بعد شو ما كان بك، قد ما كان بك، أهين من اللي عم بتشوفه. صحيح. توني، أنت شاهد على الحروب بلبنان، يعني أنت شفت الحرب اللبنانية، بتعرف هيدا أصعب شيء مرق؟ بولا وحدة، يعني جمعوا كلهم انضربوا بشيء ما بعرف قديش. أسوأ، لأنه هي منا حرب. لو حرب تفهم أنه حرب، منا حرب. كل واحد كان قاعد ببيته، كل العالم ماشي على الطريق، هيدي منا حرب. هيدا مثل واحد عنده فرد بالبيت أو أصحابه، هيدي منا حرب. ما حدا لقى له وصف، مش حرب. يعني هلا ما عندنا الرفاهية تبع الوقت أنه تحط شو بدك تعمل بعدين. مع كل اللي بتحكي معهم وبتشوفهم واللي بتقبلهم، حدا عطى شو في بعدين؟ ما حدا. توني، منطقة الجميزة والأشرفية ومرم خايل، أنت بفكرك المقاوم، أنت عندك الريزيستنس، المقاومة، منطقة معينة أو فئة معينة من الناس؟ لا لا لا، أم لبنان كله خسر؟ العالم كله عايش هون، هيدي منطقة تنبض بالحياة. كل العالم حبوا
يجوا يعيشوا هون، يعني هيدي بتجمع كل الفئات اللبنانية. نعم، هيدا ردا على الناس اللي عم بيقولوا بيفوتوا بالفئوية، لبنان كله انصاب. منو وقت تحكي هلا لا فئويات ولا أحزاب ولا طائفية. صحيح. بهيدا المبنى والمحيط كل الفئات اللبنانية من كل الطوائف عايشين هون. حبوا يعيشوا هون لأنه هي منطقة بتنبض من الصبح لآخر الليل، يعني عندك هول كم ساعة اللي بتنامون والباقي منطقة نابضة بالحياة. صحيح. كلنا نقينا نعيش هونيك لأنه فيها كل شيء. فيها الحياة تبع الشارع اللي تنزلوا الصبح وتتمتع فيه الحياة النهارية، وفيها الحياة الحلوة يلي إذا بدك موجودة هونيك، يعني أكثر منطقة نابضة بلبنان. فكل العالم نقت عيش هونيك كرمالك. نعم. توني اليوم كل نشرات الأخبار على الجديد وغير الجديد عم يحكوا عن سماسرة، عم يتصلوا بالمنكوبين عم بيعرضوا عليهم مبالغ ضخمة مقابل انه بشتري لك بيتك ترك بيتك، حدا تلفن لك تيشتري بيتك؟ هلا ما بعرف على اي محطة تم ازهم، ما بعرف بتصور على نيوتيفي اذا ماني غلطان او غير نيوتيفي، كان في حدا عم ينفي من اللي عملوا معهم ميكرو بجميزة او غير جميزة او مر مخيل. قبل ما ينفوا انا اجاني عرض مش بقيمة المكان الشقة. مش بقيمة الشقة مع بالعمل الصعبة بتتحول على أي بلد بديه. لحظة عرضوا عليك. نعم. يدفعوا لك بالدولار الأمريكي على أي دولة بدك إياها. نعم. يحولوا لك مصاري مش بقيمته، بس مش بقيمته بس مقابل إنك تتنازل عن البيت. طبعا إنه حتى يعني ما بدي يعني ما لازم نجمل إنه لا ما أجى عروض، ما أجى عروض أنا أجى عرض. هودي حيتان ال ما بعرف شو اسمهم، ما بعرف شو اسمهم من خارج لبنان وبيتحولوا محل ما بدك، ما بعرف شو اسمهم، حيتان المال مش حيتان المال، بس حتى انت بدل ما ننظر ونقعد ونحكي شعر او نندب او هاي القصه ماشي هلا، خليهم يعطوا للي قادر بامواله يصلح بيته حتى يقاوموا هذا المشروع، يعطوا بسرياتهم للعالم بالبنوك يروح يصلحوا. مين طلب منك توني؟ انت عرفت مين اللي طلب منك؟ مين اللي عرض عليك؟ انه عرف عن حاله الرجل؟ مش رجل، سيدة؟ صديق. صديق. صديقة، بس انه ما سمت لحدا مع تربيح جميل انه نساعدك انه اذا بدك تفل انه انت هلا بوضع غير جيد، لا انا بوضع كثير جيد وانا بحب، انا سيتويشن مش حاببها، بس انه انا بحب المنطقة وما راح اتركه، بحب المبنى وما راح اتركه، بس انه مع تربيح جميلة انه عم نساعدك. تهجير مبطن. عم نساعدك. لا حبيبي ما بدي حدا يساعدك. تعرف امبارح استوقفتني اليسا كانت. نعم. مع وائل ابراشي. قالت جملة كتير حلوة، قالت طريقة تقديم المساعدات حتى للناس على الطريق مذلة، قالت انه الناس عندهم فلوس بالمصارف. معها. يا خيي اعطونا مصرياتنا وما تذلوناش. معها. ما تقولوش انه عم نعطيكوا. انت كيف بدك تصلح؟ أنا كمان قلته اليسا ما كنت سامع، بس مع كل الحق إنه في كتير مستعدين يصلحوا بأموالهم بقلب بيتهم، أصلاً حتى التأمين والأسيرانس قد ما يساعدوك ما رح يغطوا لك ربع اللي أنت عامله، إنه في عالم بدها تصلح من مصريتها أعطوها مصريتها، هو المصريتها المنطقة المتضررة محصورة معروف من وين لوين، مثل ما عم يطلعوا للتجار استثناءات يعطوا استثناء لاصحاب هالمنطقه حتى ما يدعوا البكاء على الاطفال، عم يعطوا قروض بالدولار قدام ولاد القرم. هودي المصارف على فكره ما نسيناهم، السرقين هودي النصابين المصارف ما نسيناهم، لانه انت رح يبقوا اسمهم نهبين فلوس الشعب، وبهالحاله هيدي بيعطوا قروض قال بالدولار الامريكي انه 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 بدينك مصرياتك، بس مصرياتك حلالك اللي انت بالبنك ما بيعطيك اياهم. أنا وغيري مساعدين نحن نصلح من ما مش عايزين حدا، بس يا حبيبي مصرياتنا عندكم تفضلوا اعطونا اياهم، منكوبة أكثر من هيك، استثناء أكثر من هيك مش ناطري. إيه ما في نكبة أكبر من هيك، إنه أكبر من هيك ما في. تعمل استثناء، اعملوا استثناء لأصحاب هول العقارات يصلحوا حالهم، تفضلوا هول مصرياتكم روحوا صلحوا، يعني ما بدها تفلسف ولا بدها تنظير ولا بدها بكاء على الاطلال ولا كامبان مدروين ولا بالبوردات، ما بدها شيء، ما بدها استعطاف، لانه
اذا بيعطوا مصريات العالم المصارف، في كثير ناس، في كثير ناس بيقول لك خلص انا ما بدي هالمساعدات، شو انا بصلح مصرياتي خيي، واللبناني معروف بشهامته وبعزه نفسه انه خيي اعطيني مصرياتي خليني اعرف صلح بيتي. كل الحروب من ال 76 لليوم كنا صغار وعم نكبر، كل واحد صلح حاله، كل واحد قام حاله، كل واحد بيوقع بيرجع بيقوم لحاله، كمان ما بدها شعر وكمان ما بدها مواقف وبطولات، حطوا مصريات العالم تقوم تصلح حالها بسهولة. هي دولة شحادة أهوجي، هي دولة شحادة، يعني بس صارت النكبة صاروا فخورين أنه وصلت المساعدات والإغاثة، غير نهبون، يعني غير نهبون. روح كي أنت السعودية، قطر، الإمارات، الدول اللي ساعدت، بيقولوا لك أنه خي ما في ثقة أصلاً، يعطوا يعني ما في ثقة، بدهم يعطوا الـ NGOs، مش واثقين بالدولة اللبنانية لأنه عارفين، يعني عارفينها سارقة. متفق معك، بس في خسارة وقت، معنا اللوكس تبع الوقت، الوقت رح يكلنا، وكل ما نخسر وقت بالتنظير في عالم رح تتعب رح تبيع، يعني ما واضحة. حطوا مصريات العالم اللي قدر يصلح حاله على القليل تتوقف، على القليل تيكون في منظر إعادة الهيئة اللي كان نهضة. شيء عم بيراهنوا على الوقت وعم بيراهنوا انه مين بيقطع نفس اكثر. بتعرف شو اهوى شيء؟ في كثير ناس هلا انت رجل واعي وبتعرف انه لا عندك مبدا، ما بدي غادر، ما بدي اترك شقتي، ما بدي اترك، بس في كثير ناس يعني مقهوره ومسكينه ومغلوب على امرها رح يقبلوا، في كثير ناس رح يبيعوا. اللي قراره منه لحاله هو حر، بس اللي مجبور او اجبر في مسؤولية. ليه بدي اجبره لهذا الحدن يترك اذا هو قرار حر؟ بس في ناس ما بدها. العائق الوحيد اللي كنا عم نحكي عنه، طبعا نعيد ونكرر، انه في فلوسنا من المصارف، فلوسنا من المصارف، اللي بده يفل هو حر، بيبقى بفل هو حر، بس انت هلا عم تحكم على المنطقة بامها وابوها انه ما تتصلح. في شيء بدي اشير له كثير مهم، نحن وعم نحكي مع حضرتك عن هيدي المأساة كمان، في ناس بيقولوا انه طب في ناس ميتة واشلاء تحت الركام، انتوا عم تحكوا كثير منيح، في ناس بيقول لك انه بالرزق ومش باصحابه، ممتاز. بس كمان مع كل تقديري، مع كل احترامي واجلالي لدموع الامهات والأب، بس الايديا انه في ناس كمان الرزق تعبوا فيه. ايه كان بيسوى انا او اي حدا نكون من هول اللي راحوا. صحيح، كان بيسوى نكون حالة منا راحوا، بس الله عطاني عمر وعطي غيري عمر، ما فينا نوقف وما نعمل شيء، بدنا نعمل شيء. في كتير اليوم مرقت بالشارع وشفت أصحاب المطاعم يلي هن أكتر شيء قبل هالأزمة، قبل هالكارثة كانوا حالتهم مش منيحة، بعد بدهم يزبطوا ويرجعوا مشاريعهم ويرجعوا مطاعمهم. يعني في عالم مستعدة تشتغل، سهلوا للعالم ياخذوا مصرياتهم، مش الدينه مصريات بسهولة، بلد فلسف. إذا في مشنقة واحدة أهوجي، مين بتحمل المسؤولية؟ مسؤولية اللي صار، في مسؤول. أنا ما بدي أحكي سياسي وما بحب أحكي سياسي، مش سياسي، اللي رأيي كله مسؤول. أول مسؤولية بمنطقة سكنية مثل هي كلها، قبل ما أقعد بلد تنصير بمنطقة سكنية، مش ممكن يكون في الداحة يا أخي، بلش من هون. بأي منطق؟ ما في منطق، ما بلش باللا منطق. تصور هيدا المنطقة كان يعيش فيها ويسهر فيها ويتحرك فيها مجموعة عالم هالقد، وتحتهم منهم عارفين، وتحتهم في هيدا الشيء. هاي القصة لحالها بيرجع بيقول لك انه منيح اللي ما كان الظهر، ومنيح اللي ما كان الصبح، ومنيح اللي قريب على البحر بس الكارثه وقعت. يعني اذا ضحيه وحده، اذا واحد شخص واحد مات، كفيل بانه هيدي اسمها فاجعه. بهذا المبنى في حوالي الاربع قتلى، بالمبنى اللي حده في خمس قتلى، هيدي عم بقول لك بالمبنى، ما عم بقول لك بالمنطقه. شو ذنب هول العالم؟ برضو وات نيكست؟ ما حدا بيعطيك جواب، كله قاعد.
تعرف أهوجي بدي هيك على الهوى، قلت أنا كتبتها بتغريدة بس عبالي أقولها على الهوى. غير المواطنين اللبنانيين يلي ماتوا، في 43 عامل سوري ماتوا بهالفاجعة كمان. هودي كمان عندهم أهل طبعا، هودي كمان عندهم أمات وبيات، هودي كمان عندهم ناس عم بيسألوا عنهم، هودي في ناس تبخرت يمكن، في ناس دابت، هودي كمان بدنا نعزي أهليهم إن كنت ما بنعرف أنا ما بعرف أسامي حدا منهم، بس هودي بشر إجوا يشتغلوا يسترزقوا وماتوا وكمان شهداء كمان راحوا ضحايا. أهوجي بتفكر جديا إنك أوكي تعمر بيتك ترجع وتلملم جروحاتك، وهالمرة إذا أجاك شي عرض خارج لبنان تسافر تترك؟ إنه بصراحة إيه؟ بس ما راح أعطيهم كدو ولا أعطي كدو أحدا، ما راح أتخلى عن هذا البيت ولا عن المنطقة، بس إنه أنا أتحرك من هون صرت حاضر، ما كنت حاضر قبل. في حدا كمان رأيه مثل رأيك؟ إليسا مساء الخير. بونسوار ميشان. بونسوار، تعازينا لإليك ولكل اللبنانية. يعني فديونا صراحة، اللي راحوا فديو الأكترية للأسف. أول شيء بدي أقول الحمد لله على السلامة لتوني. يعني دائما نقول الحمد لله إنه ما كنا، يعني كان في يكون أنا وكان في يكون توني، لأنه أنا كمان بيت بوج البار، يعني كان في يكون حيلا شخص منا منعز لبنان كله، لأنه هيدي خسارة للبنان كله، لكل أمات ولكل لبنانة. إليسا أنا بعرف أنه يعني أوف إير عم بتقدمي كتير، عم بتكوني حد الشعب اللبناني، بعرف مش بهالمأزق، بس عندك مثل كأنه كونترا مع لبنان، أنه بس يصير في نكبة أنت مثل كتير من اللبنانية بتكوني بالسوليداريتي مع كتير جمعيات ومؤسسات. امبارح سمعتك مع وائل أبراشي قلتي شيء كتير حلو وهيدا اللي أثر فيه، قلت له للقهوجي، قلت حكيتي عن الزل، قلتي إنه في ناس عم بينزلوا، يعني عندهم مصاري بالبنك ما بيقدروا يدقرون، بس في زل ومعمم على الشاشات لأنه هيدي نكبة والإعلام بده يغطي. يعني هو اسمه هيدا اللي عايشينه عهد الذل، يعني ما في شيء تعبير بيعبر عن اللي بدي اقوله. اللبناني ما بحياته معود على الذل بهالطريقه، مثل ما قال توني كنا نحن نوقع نرجع نقوم، نوقع نرجع نقوم. يعني انا اليوم عم بحضر فيديو لشاب لبناني بفتكر عايش ببروكسل عم بيقول انه معنى انه اللبناني منا هويه، هي سي ان ميتيه. يعني فعلا شو هالصليب اللي حامله هاللبناني. مشان انا يمكن بقدر صلح، في ناس ما بيقدروا. وانا مثل الكل، مصرياتي مرهونين بالبنك، بس تل بعدني قادره، عندي بيت تاني اطلع انام فيه، في ناس مش قادره تنام ببيوتها. وانا ما بدي حدا يطلع من بيته، لانه انا بخاف. انا كمان في حدا دق لي كرمال اذا بدي بيع بيتي. أنا حتى لو ما بدي أسكن فيه، هذا جنى عمري كله حطته فيه. بعدين أنا بحب هالمنطقة وأنا هواية، يعني لبناني كتير، مثل هلأ يعني انبسط بتوني كتير. دغري بعت لتوني أنه شو انبسط، أنه مش أنه قال بدي هاجر، وين بدنا نهاجر، كلنا بدنا نبقى، خلنا هن يفلوا غصبا عنهم، خلص نحن قدرنا نعيش بهيك بلد، يعني بس بدنا نكفي فيه. كل انا قادر اعيش برا، واكيد توني قادر يعيش برا، وفي كتير لبنانيه قادرين يعيشوا برا. في ناس تركوا يلي قاعدين كذا سنه بامريكا ومدري ورجعوا على لبنان، وانا شفت حدا منهم من يومين عم اقول لهم دمت، قال لي ابدا. ما في مثل 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 ريحه هالبلد، ما في مثل شعبه، شعب عظيم. يعني انا اوقات بقول خجلوني هالرقصه، برجع بتطلع بشوف هالناس بهالشوارع، اقول لك هالطلاب الفولنتيرز اللي عم ينزلوا يساعدوا منهم لوحدهم، لك شو هالشعب، لك شو هالشعب العظيم. بس الله بلينا بي 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 يعني بفساد سياسي، يعني غير الله ما بيقيمه. يعني اذا ما نقام بعد هالانفجار او بعد هالزر، يعني القلبله الذريه اللي هزت لبنان كله، يعني ما بعرف اذا في شيء رح يقيمه بعدين.
اليسا، انا بآمن انه لما الببليك فيجر وانفلونسر مثل حضرتك بياخذ موقف هالقد شجاع قبل ما يصلح بيته بيعنى بشؤون الاخرين. انا سمعتك هيداك اليوم مع مارسيل غانم، الدعم اللي قدمتي لسوليداريتي، بعرف انه زرتي دفا، جمعيه دفا ولابنون فور تومورو. شو بدك تقولي للشعب اللبناني هيدا العظيم يلي عم تحكي عنه، انه يلي عنده شوي يعطي غيره أكثر حتى كلنا سوا ننهض بهال من هالازمه، لانه اذا رح نتكل على اللي حاكميننا فلسوا هودي جميعا كذابين نصابين حراميه، همهم هن بس مصالحهم. شو بدك تقولي يعني للبنانيين؟ اول شيء بدي اقول انه الله يخلصنا من يعني ملوك الطوائف يلي حاكميننا، هذا اول شيء بقوله. الله يخلصنا منهم واحد واحد، يعني بالعربي الله ياخذهم. امين يا رب يا رب. يعني هالعهد الزفت اللي شفناه يعني مع احتلال عثماني ولك مع حرب اهليه مع دوميناسيون فرانساز ولك مع اجتياح اسرائيلي، وحتى بالحرب اللي تسبب فيها الجنرال عون وكمان تسبب بهجره الاف الناس وقتل الاف الناس، ما عشنا اللي عم نعيشه. انا عارفه انه في ناس مش عم تستوعب بعد، يعني انا ماني طالعه منا بعد ولا توني ولا نحن عم نقوي حالنا لانه شوي واعيين وشوي قادرين نوقف على اجرينا. بدي يعني انا بقول انه يا رب يقطع المرحله على الشعب اللي اكثر شيء يعني على العالم اللي انضرت اكثر شيء، يعني الله يخفف عنا ليستوعبوا الصدمه والوجع اللي اخذوه. العالم رح تساعد، وواضح انه العالم ما بقى عم بتساعد فيها الحكومه او فيها مؤسساتنا المفروض انه دستوريه ومحترمه، عم بتساعد فيها الان جي اوز والمنظمات الغير حكوميه اللي فعلا هن عم بيساعدوا العالم. بقول لهم طولوا بالكم، يعني رح تصل هلا في مسح، في يعني بده ياخذ وقت نيشان بين ما عملوا مسح بين ما بلشوا يمكن يرمموا ويجيبوا ازاز، بس ان شاء الله انه بتوصل المساعدات لكل شخص. وبتمنى انه ما حدا يترك بيته واللي تدمر بيته يعني او يعني تاثر اكثر من غيره. في كثير بيوت مفتوحه، في كنايس، في جمعيات يناموا فيها بين ما يعني اتليست ضبطوا البيت شوي ليقدر يسكنوا. يعني انا امبارح عم شوف ريبورتاج على الام تي في لشاب بالكارانتينا اهله اثنيناتهم عندهم كانسر، هو بفتكر عنده موتار بيعطي العالم كهرباء، يعني مشتركين العالم عنده. اللي نهار الانفجار عطى كل العالم بلاش تضل مدواي بيتها تما حدا يفل، مش حنفل نيشان ان شاء الله بيفلوا كلهم. يعني ان شاء الله اللي عيشونا اياه واللي عيشوا امات العالم واللي حرقوا قلب العالم على اولادهم ان شاء الله بيعيشوه هن مع اولادهم واولاد اولادهم. أوجي قديه بتفتخر بشخصية مشهورة؟ أنا بحييك وأنا معك مثل إليسا حبيبي، وحتى الحمد لله على السلامة. يعني الناس اللي توفوا في ديونا ميرسي كثير. أنا ببوسك. شكرا لك إليسا. قديش شخصيات مؤثرة فعلا لما بتقول موقفها ورأيها وبتعلن انتمائها الوطني. يعني امبارح عملت تويت قالت أنا بتبرأ من كل انتمائاتي، أنا بنتمي لشعبي ووطني، واعتذرت قالت انا بعتذر يوما ما كنت انت. يعني الانسان الحكيم ولا بعمره بيلتصق بمبدا بحياته، الانسان الحكيم اللي بيتطور بيغير بيقول انه لا انا كنت على خطا واليوم بدي اكون على صواب، انتمي بس لوطني. انا بقدرها وانا معها وانا مع كل بتحسه تعمله. اخر شيء لسه فنانه ووطنيه وحساسه، هيدا رأيه وأنا بحترمه، وكل شيء بتعمله بشغف وبحب من وطنية عالية، حرة بأي ظروف اللي كان تأخذ أي قرار اللي بدها إياه، وخصوصا بهذه الظروف. يعني ما فيك تلوم وإخدي قرار أنا باقية وما فيك تلوم، وأكيد معه بكل القرارات اللي بتاخده. سلامة قلبك أهوجي. أنا ممنونك نشان. أنا بشكرك والله يرحم الجميع وإن شاء الله مصابين. اسمح لي اليوم بس بدي أعزي أهل جاد سماحة، حطيت على
على الانستغرام تبعي هو وابنه توماس عم بيدلل، وهيدا الشاب كان بالمستشفى مستشفى الروم، حد زوجته يلي انجبت ابن هو اصيب، عمل عمليات متكرره، فات بغيبوبه، راسه ما تحمل، واليوم لفظ انفاسه الاخيره شفته عندك وتوفى، مات الله يرحمه، ومثله متايل. وهيدا الشاب كمان من بيت ملاحي، هيدا الشاب كمان بيشتغل رالف ملاحي بالاطفاء، اهله بعدهم ناطرينه هو وزملاء كثير له. نحن عم نحط صور ستوريز لانه هي قصص تروى، هي الفاجعه كلها. اذا ما حكي اليوم تاري اسكندر قال للحجه منى، قال انت جيتي حتى توثقي هالجريمه، تقولي هيدي الجريمه وقعت وانت شاهد على هذه الجريمه. حرام، الله يصبره. بشكرك اهوجي، شكرا لحضرتك. انا ممنونك، ميرسي نشان. شكرا. انا بعد الفاصل رح يكون معنا زميل اعلامي من المؤسسه اللبنانيه للارسال ادمون سيسين، يلي كمان طوني ادمون اصيب، عرفت وبدي استضيفه. من بعدها بدي اياكم تتابعوا لو سمحتوا قصه روان صبيه. كل ما روح على الجميزه على محل اسمه سيرانو، ويترس هي هونيك، ويترس سمرة حلوة وذكية كتير، كل مرة كانت تحكي انه هي معيلة عائلة، تقلي انه بدي يكون مخرجة وعبالي اكبر عمر 10